كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. موجودين بعدنا اليوم في النسخة 17 من جائزة لاعب الشهر فود 24 ووردز باي كوكا كولا لاعب شهر أبريل بالإجماع متاع التصويت. كان نسيب لاعب النجم النادي الساحلي ولاعب السابق المنتخب أمين الشرميدي. موجود بعدنا فرحانين برشا اليمين اليوم معنا. تصويت تقريبا أكثر من 34,000 واحد صوت على السيت نتاعنا وتم الاختيار على أمين الشرميدي. أكثر من 100 صحفي رياضي مختص، لكن الأصوات تقريبا يعني كانت الصحفيين اختاروا وسام بوسنينة لاعب سي بي. الجماهير الفوت كان أكثر الفرانكوم، لكن أمين الشرميدي استغل المجموع بتاع التصويت هذا باش يكون هو في المرتبة الأولى. يعني لقيناه في الإجماع هو في المرتبة الأولى أمين. جائزة فردية مهمة برشا ظهرلي، لاعب الشهر فود 24 ووردز باي كوكا كولا، جائزة جديدة في تونس لكن مهمة لك أنت شخصيا. مرسي عليكم على الاستضافة، مرسي للناس الكل اللي فوتوا لي. ظهرلي إنيسياتيف باهية تقوم بها فود 24 وغير سبونسور كوكا كولا، غالي حاجة تشجع حتى الجمهور باش يحاولوا ديما يعطيو لو ماكسيموم بور أفوار سو تروفي. إن شاء الله تكون خير لأمين الشرميدي وداو حظ أوفر لتقييد اللاعب إن شاء الله. شكرا. واحد لا يبولي في مع لي زوروبيان، ثم ناس 36 هارف ومازالوا يلعبوا ونشوفوا شيء هذايا البرا. جوار نتاع كره مدام ثم لونفي والفولونتي انه باش يكمل يواصل بوركو با بيتيتر. العام اللي تعديه في تونس بخمس سنين البرا بيتيتر، هذاك علاش واحد الكره بتاعنا في تونس صعيبه برشا، الاتموسفير والجو بصفه عامه سخون. انا كلاعب عندي اوبجيكتيف ديما، اللاعب مادام عنده ديز اوبجيكتيف بوركو با يكمل يوصل على نفس المنوال. حاجه تروفي يعني حاجه تفرح اللاعب سو لو بلان انديفيديوال انه باش يكمل يواصل يخدم على روحه. واليوم انا اكتب انه معناها العمر ماهوش عائق انه باش الانسان يكون بيرفورمون ويعطي طابع خاص يعني ولا ايماج باهي على نفسه. إضافة هي مسؤولية، تعرف إنه الناس يعني سرتو في البريود هذه يعني عدينا بريود صعيبة برشا عام سنة، تخلي الإنسان إنه يزيد يخدم ويحسن من إمكانياته. خاطر في الكرة حتى جور اللي بارفي ديما ثم أنا حاجة تنقصه، يحاول إنه ديما يتعلم الكرة ويحاول إنه يقدم الإضافة وبتدل الإكسبرينس نتاعو يضافها في بول بيان دو جروب. والله أمين الشرميدي باهك، وانا كان تم اختياره ب 34,000 معناها فوتون وزيد 100 صحافي معناها الميريت في شهر افريل وعدى معناها دي بارتي باهي. لكن انا نقول سي لونسومبل دو سا كارير معناها على المجموع الكارير نتاعو اللي عداها الشرميدي، كارير كانت باهيه في الاطوال ولا في ليكيب ناسيونال. الميريت التروفي هذا على الاقل لفته باهيه اللاعب في الاخلاق وفي الفنيات نتاع الشرميدي، الميريت نقول التروفي هذا. ما فيش مازال انا لاعب شهر مي أبارمي إن شاء الله. نحن عندنا معناها مشروع باهي إن شاء الله في آخر سنة باش نعملوا معناها سكوب، باش نعملوا لاعب السنة، معناها باش نعملوا لاعب السنة وفريق السنة، هذيك نعملوها ألان ستار في البلو انترناسيونال، مستوى عالي جدا إن شاء الله. قاعدين نشتغلوا عليه مع الأطراف الكل في شهر ديسمبر أون برينسيب، ونعملوا حاجة معناها أوريجينال لتونس وتخلي معناها تترسخ الحكاية هذه لاعب الموسم ولاعب السنة، تقعد حتى في البارميريس نتاع كل لاعب.